السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من المحاضرات الخاصة بالفاير فايتنج سيستم. النهاردة بإذن الله هنبدأ في المشروع اللي كنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، اللي هو بيخص الايركرافت هانجر. ازاي ان احنا نعمل ديزاين او تصميم كامل للايركرافت هانجر وباستخدام الاوبشنز المتاحة من خلال الكود بتاع ال NFB 409. نفتح كده مع بعض البرزنتيشن اهو. وندور على كلمة aircraft. لحد ما نوصل للشابتر اللي هو خاص بالaircraft hangar. كنا المرة اللي فاتت بدأنا هنا ندي الجروبز او التقسيمات او التصنيفات اللي اداها الكود بتاع ال NFB 409 بخصوص الايركرافت هانجر، وفقا لنوع الكونستراكشن والارتفاع بتاع الباب الخاص بالايركرافت هانجر والفاير اريا، وادينا بعض الجداول وبعض الداتا اللي هي خاصه بعمليه الديزاين. القصه كلها لخصناها في اكسل شيتس بحيث ان هي تبقى موفره عليك بجد في كل الداتا وكل المعلومات اللي انت ممكن تدور عليها في الكود. الاكسل شيت دوت بيتيح لك كذا اوبشن وفقا للي هو الكونستراكشن بتاع المبنى، وفقا لشكل المبنى، فبيدي لك هنا الديزاين الكامل للي هو النوع ده من الابلكيشن. فهنا هتلاقي عندك كيس 1 وفي حاجه تانية اسمها كيس 2. الفرق ما بين الكيس 1 وكيس 2 دهيت اللي هي طرحناها في الاكسل شيتس دهيت، ان الكيس 1 دهيت لما بيبقى عندي المساحة اللي بتغطيها اللي هي الاجنحة بتاعت الطائرات، يبقى الايركرافت وينج اريا يبقى اكتر من اللي هي 3000 قدم مربع او 273 متر مربع. وفي الكيس 2 اهو لما يبقى عندي السنجل ايركرافت وينج اريا اصغر من او تساوي 3000 قدم مربع. دي ليها خواص في عملية الحماية الخاصة بها، ودي ليها خواص او داتا خاصة بالحماية الخاصة بها. وبعد كده هتبص تلاقي عندك هنا كذا اوبشن من الاوبشنز اللي هي سمح لي بها الكود. يعني مثلا الاكسل الاولاني بيقول لي هنا الاكسل دوت بيحسب وفقا للاوبشن رقم 1 اللي هو بيقول لي aircraft hangar protected by foam sprinkler and high expansion foam generator. طيب الاوبشن رقم 2 ان هنا هستخدم اللي هو الفوم سبرينكلر والفوم مونيتور. طب الاوبشن رقم 3 ان انا هستخدم هنا ووتر سبرينكلر وهاي اكسبنشن فوم جنريتور. طب اوبشن رقم 4 هنا هتستخدم اللي هو الووتر سبرينكلر اند فوم مونيتور. يبقى هنا هتلاقي كل اكسل شيت يبقى هنا بيتاح لك اوبشن من الاوبشنز اللي هي اتكلم عنها الكود بتاع ال NFB 409 بحيث انك تقدر تعمل تصميم كامل ليه اللي هو الايركرافت هانجر. بالعكس كمان انك تقدر كمان ايه تعمل مقارنه ما بين كل اوبشن والتاني، تمام؟ يعني مثلا هتلاقي عندك الاربع اكسل شيت دولت بيحسبوا ايه، يبقى بيقدر ان هو يحسب او يعمل ديزاين كامل للي هو الفاير سيستم اللي انت هتستخدمه مع الايركرافت هانجر. طب انا ممكن ادخل الداتا دهيت واحده في كل ايه الاكسل شيت وابدا اعمل مقارنات ما بين كميات الفوم اللي انا محتاجها، ما بين كميات الميه والفلوريد بتاعها اللي انا محتاجه، وايهما اوفر اقتصاديا خلاص انا ايه هقدر ان انا استغله او اقدر ان انا استخدمه طالما هو الكود سامح بيه وطالما ان هو نص عليه الكود. يبقى خلاص ما فيش مشكلة ان انا ايه اقدر ان انا استخدم اي اوبشن من الاوبشنز اللي هي اتاحة لي. طيب كان المشروع بتاعنا ده اتفرجنا عليه المرة اللي فاتت. فهنا عندي اللي هو الايركرافت هانجر ده المساحة بتاعته بتصل الى 7175 متر مربع، والارتفاع تقريبا بتاعه في حدود 12 متر. طيب تعال هنا
في الاكسل شيت دوت. هنيجي نعمل ايه؟ يبقى نبدأ ندخل الداتا بتاعتنا. هنقول والله ان الايركرافت هانجر هايت هيوصل دي حد 12 متر. بعد كده عندي الايركرافت دور هايت يبقى اكتر من 8.5 متر. وبعد كده الابليكيشن اريا عندي كام؟ يبقى 7175. وبعد كده هتستخدم انه نوع من الانواع بتاعت السبرينكلر تايب، هل هتستخدم اير اسبيريتد ولا نون اير اسبيريتد. وقلنا الفرق ما بين الاثنين ان الاير اسبيريتد دوت بيبقى شكل من اشكال اللي هي النوزل او السبرينكلر اللي بتسمح باختلاط الهواء مع الفوم سوليوشن، فبيدي لك او بيكبر من الفوليوم بتاع ايه بتاع الفوم. لكن لو انت استخدمته هتلاقي نفسك انك ايه بتحتاج يعني الى حد ما كمية اكبر من الفوم كونسنتريت، فهنستخدم اللي هو نون اير اسبيريت. بعد كده سيلكت هاي اكسبنشن فوم جنريتور، يبقى هنختار موديل من المودلز بتاعتنا، هنختار اعلى موديل فيهم بحيث ان احنا نقلل الى حد ما العدد بتاع الفوم جنريتور. وبعد كده عندي اللي هو الريزيدوال بريشر ات فوم جنريتور هتبقى 60 PSI. بعد كده الابروكسيميت بايب لينث ممكن تصل الى كام؟ يبقى ممكن تصل الى 200 متر. يبقى فرض مثلا ان انا هعمل الوحده بتاعتي هنا، يبقى ممكن في مكان من الاماكن ديت، تمام؟ لو المعماري وفر لي غرفه او وفر لي مكان بحيث ان انا احط فيه الاكيومنت بتاعتي يبقى بشكل افضل، ما وفر ليش يبقى في الحاله دهيت ان انا هطلب منه غرفه بابعاد معينه علشان خاطر تستوعب معايا اللي هي الاكيومنت بتاعت البلادر تانك. فبفرض ان انا خلاص اخترت وليكن المكان ده مثلا اللي هو هعمل فيه اللي هو الاكيومنت بتاعتي، تعالى كده يعني بحاول ايه اشوف مكان مناسب. انا مش شايف مكان مناسب لان هنا طبعا عندك فيه هنا الابواب، لو انت شفت كده التدرج ده، دي عبارة عن ابواب بتفتح بنسميها سلايدنج دور، تمام؟ فالابواب دهيت بتقدر ان هي تفتح، فما ينفعش ان احنا نعمل اي غرف في المنطقة بتاعت الابواب والحركة بتاعت الطائرات. طيب يعني هنا ممكن الفكرة او اللي هي البروبوزل ان انا اعمل اللي هي الغرفة بتاعتي في المنطقة دي. هنشوف هنا مكان مثلا، المكان هنختاره خلاص ممكن هنا. طبعا انا لو معي معماري ممكن اتفق معاه ان انا خلاص ممكن اخد غرفة من الغرف دهيت ان هو يشكل لي تشكيل هنا او يعمل لي اوضة او غرفة هنا بحيث ان هي تستوعب الاكيومنت بتاعتي. لكن طبعا هنا خلاص انا هقترح مثلا ان المكان بتاع الاكيومنت بتاعتي ان هي هتبقى في المكان ده بابعاد معينه. الابعاد هي بتتوقف طبعا على حسب ايه؟ على حسب الاكيومنت والسلكشن بتاعها والابعاد اللي هي خاصه بالاكيومنت اللي داخله معايا في السيستم. طيب يبقى هنا انا عملت بس اللي هو الارتفاع بتاع الهانجر هايت، الارتفاع بتاع الباب. عندي المساحة اللي هي 7175 متر مربع. هستخدم نون اسبيريتد سبرينكلر، وبعد كده هستخدم اللي هو فوم جنريتور الموديل بتاعه اللي هو 25000 WB، والريزيدوال بريشر عنده 60 PSI، والابروكسيميت بايب لينث تقريبا هتبقى 200 متر. وبعد كده الفوم كونسنتريت اللي انا هستخدمه هستخدم A FFF. وبعد كده هيبقى عندي هنا الفوم كونسنتريت فور سبرينكلر اند فاير هوز كابينت هتبقى 3%، وفور الفوم جنريتور هتبقى كام؟ 2%. وهستخدم بلادر تانك، البلادر تانك ده ممكن تستخدمه هوريزونتال مفيش مشكله، عايز تستخدمه فيرتيكال برضو مفيش مشكله، تمام؟ فخلاص هنستخدم ان هو ايه؟ هنستخدم ان هو فيرتيكال. طيب فهنا الريزلت بقى بيدي لك ايه؟ بيدي لك هنا اللي هو الايركرافت هانجر كلاس ان هو كلاس 1 او جروب 1، تمام؟ وبعد كده هنا بيدي لك اللي هو الابلكيشن ريت للي هو السبرينكلر. طبعا هنا مقسمينها سبرينكلر والناحيه الثانيه او في المنطقه اللي هي السفليه اللي هي خاصه بالفوم جنريتور. فعندك هنا في السبرينكلر هنا الابلكيشن ريت هتساوي او تقدر ب 16 من 100. وبعد كده عندك اللي هو الديسشارج تايم يبقى انت محتاج 10 دقايق. وبعد كده عندك اللي هو الفوم سوليوشن فلوريت هيبقى 2401، يبقى ده هو التوتال فلوريت بتاع الفوم.
سوليوشن اللي هو خاص بالسبرينكلر، وبعد كده عدد الرشاشات تقريبا اللي انت هتستخدمها ما يقرب من حوالي 598. ده طبعا لان احنا اخدنا في الداتا المره اللي فاتت ان المساحه اللي بيغطيها الرشاش تقدر بكام، يبقى تقدر ب 12 متر مربع، فين يبقى في السيستم اللي هو خاص بالدليوج. تمام، فهتلاقي هنا عندك المحصله كام، يبقى 598 سبرينكلر لازم هتوزعهم في المكان. وبعد كده عدد السبرينكلر بير 1 ديليوج فالف، يبقى هنا الديليوج فالف الواحد يبقى هيستوعب 100 سبرينكلر. ليه هما كام ديليوج فالف اصلا؟ هتلاقي نفسك انك هتستخدم تقريبا 6 ديليوج فالف، غير طبعا الديليوج فالف اللي هو خاص بمين، الخاص بالهاي اكسبانشن فوم جنريتور. يعني كده انت هتستخدم بس 7 ديليوج فالف. والحاجه اللي بعد كده طبعا هنا في منطقه اللي هي المنطقه بتاعه المخازن واللي هي المكاتب الموجوده عندي هنا او في حتى المنطقه العليا، يبقى هنا هتستخدم معها زون كنترول ستيشن، هتوزع فيها سبرينكلر سيستم او ووتر سبرينكلر سيستم عادي ما فيش مشكله، الا بس غرفتين اللي هي غرفه بتاعه البنتنج ورك شوب، يبقى هنا دي ممكن برضو هتوزع فيها رشاشات او ممكن تستخدم فيها فوم سيستم. تمام، فممكن نوزع فيها رشاشات، والتصنيف بتاعها هيبقى اكسترا هازارد وفقا لي اللي هو الـ ما ذكر في الكود بتاع ال NFPA 13. تمام، في الانكس اي 0.5، فهتلاقي عندك البنتنج ورك شوب يبقى من ضمن اللي هي الحاجات او التطبيقات اللي بتندرج تحت الاكسترا هازارد، التصنيف بتاعها او درجة الهازارد بتاعتها اكسترا هازارد. وكذلك الامر هتلاقي اللي هي منطقة بتاعت المخازن الخاصة بالزيوت. تمام، عايز توزع فيهم رشاشات مفيش مشكلة، بس درجة الهازارد بتاعتها اكسترا هازارد، او عايز توزع فيهم اللي هي سبرينكلر فوم او فوم سبرينكلرز، يبقى ايه برضو ينفع. تمام، فهنشوف القصة دهيت مع بعض بإذن الله. يبقى هنا اللي انت هتستخدمه هيبقى هتستخدم فقط يبقى 6 ديليوج فالف خاصة بالسبرينكلر، وما تنساش ان في ديليوج فالف كمان هيتستخدمه مع ايه، يبقى هتستخدمه مع اللي هو الهاي اكسبانشن فوم جنريتور. بعد كده مباشرة بيطلع لك برضو هنا قصة اللي هي الفي على التي اللي هي السمرجنس فوليوم على التايم، وبعد كده بيدي لك اللي هو الريت اوف فوم بريك داون مباشرة برضو، يبقى هنا بيدي لك معدل اللي هو القطع اللي بيحصل فيه الفوم نتيجة للفوم سبرينكلر المتوزع عندي في السيلينج، وبعد كده بيدي لك هنا اللي هو الاكسباندد فوم ديسشارج ريت، يبقى ده اللي هو الفوليوم الحقيقي بتاع الفوم سوليوشن او الفوليوم بتاع الهاي اكسبانشن فوم اللي هيطلع من الفوم جنريتور زي اللي احنا شايفينه في الصوره. وبعد كده بيقول لك ان انت الستاندرد فوم جنريتور ديسشارج بي سي اف ام هيطلع بالرقم ده وفقا للسلكشن بتاعك. وبعد كده البورتس بتاعته او الانلت بتاعته الخاصه بالفوم سوليوشن هتبقى 2 بوصه. وبعد كده بيدي لك هنا عدد الجنريتور اللي انت هتستخدمها يبقى تقدر بحوالي كام، يبقى تقدر بحوالي 15 جنريتور هتوزعهم في المكان. والفوم سوليوشن اللي انت هتحتاجه للجنريتور الواحد 210 جي بي ام، وللتوتال هيبقى تقريبا 3150، وده لمده 12 دقيقه. بعد كده السبلمنتري بروتكشن اللي هيدخل معاك في الحسابات، يبقى هنا عدد 2 كابينه من الفاير هوز كابينت الخاصه بالفوم، وبعد كده بيدي لك هنا اللي هي القيم بتاعت الفوم سوليوشن اللي انت محتاجها. وبالتالي هنا بيدي لك هنا في النتيجه النهائيه ان التوتال فوم سوليوشن سواء للبرايمري او السبلمنتري، تمام، يبقى سواء للحمايه الاساسيه او الحمايه اللي هي الاحتياطيه او المساعده، يبقى تقدر بحوالي 5671 جي بي ام. ومن ناحيه البايبنج هتلاقي عندك القيم بتاعه البايبنج، يعني هتلاقيها ما شاء الله كده معديه واصله لحد 18 انش، ده اللي هو الفوم من انلت بايب. وبعد كده هيدي لك هنا اللي هو قيم بتاعه الفريكشن لوسز، هنا المعادله بتاعتها المفروض ان هي بتساوي 6 من 1000. تمام، وهيضرب في اللي هو الطول بتاع ال هيضرب في اللي هو الطول بتاع المواسير اللي انت هتستخدمها. تمام، يبقى كده الوحده بتاعتك بالبار، وبعد كده تروح ضارب في 14.5 تتحول كده للبي اس اي. تمام، وبعد كده عندك اللي هو الاستاتيك
هيد يبقى وفقا للارتفاع بتاعك اللي هو خاص بالايركرافت هانجر، يبقى بيدي لك اللي هو قيمه الاستاتيك هيد بالبي اس اي. بعد كده الفون كونسنتريت اللي انت هتستخدمه يبقى الفون كونسنتريت فلوريت هيبقى 139 جي بي ام. اما القيمه الكليه للفون كونسنتريت فوليوم يبقى هنا في فلوريت وفي فوليوم، يبقى الفوليوم اللي انت هتستخدمه النهائي هيبقى 1549. وفقا لكده هيعمل سيلكشن لبلادر تانك، البلادر تانك ده هيبقى الحجم بتاعه 1600 جالون، وال 1600 جالون بيدي لك هنا الابعاد بتاعه البلادر تانك سواء كان دايمتر او كان هايت او حتى اللي هو الويتس بتاع البلادر تانك بما فيه البايبنج الخاصه بيه، والبورتس بتاعته او المداخل بتاعته بتبقى 3 انش. هنا بقى هتلاحظ ان قيمة الووتر فلوريت كبيرة جدا، تصل لحد كام؟ لحد حوالي 5532 جي بي ام، رقم كبير كبير جدا. يعني لو هو خاص بالترومبا، وبالتالي هنا لو ما فيش ترومبا متاحة بالنسبة لي بتقدر ان هي توفر لي في حدود 5500 جي بي ام او بالرقم ده اللي احنا محتاجينه، في الحالة ده هي ممكن تختار اكتر من ترومبا وتركبهم ان سيريز بقى. يبقى هنا في الحالة ده هي هتختار اكتر من ترومبا وهتركبهم ان بارلل ولا ان سيريز. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ يبقى هنا لو ركبت ان سيريز معناها انك بترفع هيد، طب ركبتهم ان بارلل بتروح ايه؟ رافع اللي هي قيمه الفلو. يبقى هنا لازم هختار اكتر من ترومبا لو انا مش متاح بالنسبه لي الفلوريد دوت، واوصلهم ايه؟ ان بارلل بقى مش ان سيريز. ليه ان سيريز؟ معناهم ان هم متركبين ورا بعض، الفلو اللي بيطلع من الترومبا ده هي بيدخل على الفلو بتاع الترومبا الثانيه، وبالتالي هنا بيرفع من قيمه الهيد بتاعته، لكن كقيمه فلو بتبقى ثابته. طب لما اوصلهم ان بارلل لا، بيروح المحصله بتاعت الكيو اللي هي من الناتجه من توصيل الترومبات في الحاله ده هي بتبقى ايه؟ بتبقى مجموع الاثنين. وبالتالي لو مش متاح بالنسبه للترومبا بتوفر لي الفلوريد دوت، يبقى هنا في الحاله ده هي هضطر ان انا هستخدم ترومبات واوصلهم ان بارلل بحيث ان هي احقق بيها اللي هي قيمه الفلو بتاعتنا دي. طيب من الموضع ده او من القصه دهيت، يبقى هنا هقدر ان انا اعمل التوزيع بتاع الكيومنت بتاعتي اهو. هختار اللي هو البلادر تانك بالشكل ده كده، هبدا اعدل فيه اللي هو البلوك بتاعتنا ديت. تمام، هو قال لي ان القطر بتاع البلادر تانك ده اللي هو الفيرتيكال هيبقى 1.83، يبقى هنا نعمل سيركل والدايمتر هنا 1.83. تمام، طيب بعد كده البورتس بتاعته تبقى 3 انش، يعني حوالي 80 ملي. تمام مظبوط كده. وبعد كده هتعمل قاعدة حواليه بحيث ان هنا بنسيب في حدود 30 سنتي مثلا من كل جهة من الجهات الخاصة بيه. تمام، يبقى هنا 1 و2، يعني هنا هيبقى 2 و4. ميد بتوين يبقى ايه؟ بناخده من هنا عشان نسنطره بالشكل ده كده. طبعا هنا برضو بيبقى عندي اللي هي الفتحة بتاعة الدخول بتاعة المية. بالشكل ده كده، يبقى هنا ده اللي هو بنسميه ايه؟ يبقى هنسميه 1600 جالون بلادر تانك. تاني 1600 جالون بلادر
تانك ماشي، ونختار مثلا النقطة بتاعته من هنا بالشكل ده كده. نسي مثلا مسافة وليكن 80 سنتي ونثبت هنا اللي هو البلادر تانك. 80 سنتي بتبقى كفاية ان ايه اي واحد ممكن يعدي من ورا البلادر تانك ده. تمام، بعد كده المفروض ان انا ببدأ هنا اعمل اللي هي الانلت بتاع البايب اللي هي خاصة بالمية. نختار من هنا فاير فايتنج مين، ونعمل برضو اللي هي نقطة سي اكس. وناخد برضو بالمرة اللي هي الاب ده، يبقى طبعا الناحية التانية نعمل بس بريك هنا اهو. بالشكل ده كده يبقى هي دي ماسورة المية اللي هي جاية لي من برا، سواء كان من فاير نتورك او ممكن تعمل طلمبات خاصة بالهانجر ده بس فقط. تمام، وزي ما قلت لك ان هتشوف قيمة الفلو اللي انت محتاجها، لو في طلمبة تقدر تحقق لك اللي هي 5500 GPM ما فيش مشكلة، ما فيش يبقى بتركب اكتر من طلمبة ان برلل. طيب بعد كده المفروض ان انا بيبقى هنا عندي ايه كام ديليوج فالف بقى، ها يبقى هنا عندي 6 ديليوج فالف بجانب الديليوج فالف اللي هو خاص بمين، بجانب الديليوج فالف اللي هو خاص ب اللي هو الفوم جنريتور، وكمان عندي اللي هي الزونز. تمام، هنسيبها دلوقتي. طيب يبقى ممكن هنا نركب البايبنج بالشكل ده كده، بحيث ان احنا نثبت اللي هي الديليوج فالفز بتاعتنا على الحائط، وبعد كده هنرسم ديتيلنج خاصة بيها. تمام، وهنشوفها ازاي بتترسم، وهنطلعها كمان من كتالوج زي الكتالوج بتاع فايكنج، هيكون راسم حاجة مشابهة ليها. تمام، احنا محتاجين اللي هو الديليوج فالف. تمام، بس هيركب اون فيرتيكال ماشي. يبقى هنا ممكن نختار الرمز ده، هو الرمز ده خاص بالزون كنترول فالف اون فيرتيكال. تمام، بس هنا ممكن ايه يعني نغير في المعالم بتاعته، بحيث ان احنا ايه نخلي الشكل بتاعه يشبه الديليوج فالف ونستخدمه في السيستم بتاعنا. يعني هنا ممكن نعمل بلوك بالشكل ده. انا بس ايه الغرض من القصه دهيت ان انا عايز ابين ان في اكتر من ديليوج فالف ومتركبين اون ايه اون فيرتيكال، لكن الديليوج فالف او الرمز بتاعنا اللي هو الديليوج فالف ده، تمام، معناه ان ده ايه، معناه ان ده هوريزونتال ماشي. يبقى عايز تستخدم ده ماشي، عايز تستخدم الرمز ده وممكن نغير فيه براحتنا ما فيش مشكله. يعني هنعمل عليه سهم زي كده بيبين ان هو شكله بس مختلف عن اللي هو البلوك التاني بتاع الزوم. ونعمله بلوك هنسميه ديليوج فالف اون فيرتيكال. نختار البوينت بتاعته وندوس اوكي ماشي بالشكل ده كده. وبعد كده عايزين نبين ان في هنا
up مثلا بالشكل ده كده. طيب القصة بتاعت الاب ده محطوطة ليه؟ طبعا هنا عندي يعني بس عشان تتخيل معايا القصة دهيت، ان انا الماسورة جاية اهو من تحت ايه، من تحت الارض، تمام. رفعت لفين؟ رفعت على اللو ليفل. طيب هاجي بعد كده اروح موصل ايه اللي هي الديليوج فالف بتاعتي بالشكل ده كده، ادي اهو، ادي 1 2 3 4 وهكذا، تمام. والديليوج فالف بتاعتها هتبقى راكبه ايه، اون فيرتيكال، وهيبقى معاها او اس اند واي. تعالى نرسم كده الديتيلنج بتاعتها وبعد كده هنرسمها كشوب دراونج قدام باذن الله بعد ما نخلص المشروع. طيب ادي اهو، وهنمسك اللي هو الديليوج فالف ده، نعمل بس روتيت اهو بس عشان تبقى متخيل القصه ديت، عشان ما نسيبهاش وانت ايه تبقى واقعه منك بالشكل ده كده اهو. دي اللي هي قصة ايه، انك هتركب اكتر من ديليوج فالف للسيستم بتاعنا، بس عشان تتخيل انا عايز ارسم ايه، او ان انا عايز اعبر عن القصة دي ازاي، تمام. وهيطلع من الديليوج فالف دهيت بايب اهو، الديليوج فالف دي هتطلع ايه، هتطلع بايب اهو بالشكل ده كده، تمام. الديليوج فالف اللي بعده هتطلع بايب بالشكل ده وهكذا، تمام. نسيب الرسمة دي على جنب كده وهنكرر نفس القصة دهيت مرة تانية. أربعة خمسة ستة سبعة، يبقى ده 1 2 3 4 5 6 7، تمام. نزيح البلادر تانك بالشكل ده كده، تمام ماشي. وبعد كده هيبقى عندي هنا برضو اللي هي الزون كنترول ستيشن، هيبقى عندي كام زونة، هيبقى هنا في ممكن تركب الزون كنترول ستيشن هنا، وممكن برضو هنا تحطها مع اللي هي الديليوج فالفز، تمام. انا بفضل ان هي تبقى ايه كلهم في مكان واحد، بحيث ان هم يبقوا سهل الاكسس وسهل الايه الكنترول فيهم. طيب انا هركب كام زونه هنا، يبقى تعالى نقيس المساحه كده اهو، انا بشتغل معاكم المشاريع على فكره كاني بالظبط شغال ايه في الـ الشركة. يبقى هنا عندي 3395، تمام. يبقى هنا 3395، على اللي هي 2323 اللي هي المساحة اللي بيغطيها الزونة الواحدة. وممكن هنا برضه هتلاقي ان انا في الكالكوليشن شيت هتلاقي هنا في السبرينكلر سيستم، في عندك اللي هو سبرينكلر سيستم اكسسوارز، تمام. فهتلاقي عندك هنا اللي هو نمبر اوف زون كنترول ستيشن اد اكسترا هازارد، هنا 3325 مظبوط كده، مش كان رقم 95، 3395. فهتلاقي نفسك انك ايه بتستخدم عدد 2 زون كنترول ستيشن، تمام. والحته اللي من فوق دهيت عايز تخلي لها زونه لوحدها مفيش مشكله، عايز توصلها من اللي هي الزون الموجود عندي تحت مفيش مشكله، خلاص هنفرد لها ايه زونه تانية لوحدها مختلفه، تمام. طيب تعالى كده هناخد برضو الرمز بتاع الزون كنترول ستيشن من هنا، تمام. عدد كبير طبعا من ايه البايبنج ده تعملها، ماشي.
بالشكل ده. يبقى انا كده هنا استخدمت تقريبا 7 ديليوج فالف، واستخدمت ايه 2 زون كنترول ستيشن من خلالهم هقدر اوفر ايه السيستم بتاع الحمايه الخاص بالمنظومه بتاعتي. طبعا هنا هيبقى عندي اللي هو ايه، عندي لكل ديليوج فالف ده هيبقى فيه اللي هو البروبوشنال الخاص بيه. تمام، يبقى هنا لازم هروح مختار اللي هو البروبوشنال بتاعنا. هتلاقيه في اللي هي المنظومة ديت. نعمل بس قط للحاجات ديت. خلي دايما البداية بتاعتك من الاكيوبمنت، لان هي اللي هتلاقي فيها كم بايبنج كبير، وتبقى دي هي نقطة البداية بتاعتك. واحد تاني ممكن يبدأ بتوزيع الرشاشات برضو، مظبوط مفيش مشكلة، يبقى اللي يريحك في الشغل انت ايه اشتغل بيه. طيب بعد كده هنخلي اللي هو عندي بعد كده اللي هو روتيت، نعمل روتيت لده بحيث نخلي البايبنج بتاعت الووتر او التغذية بتاعت المية. تمام، التغذية بتاعت المية يبقى هنا ناخدها من قبل ايه، يبقى من قبل الديليوج فالف، بحيث ان الديليوج فالفز دهيت ممكن ما تشتغلش كلها في وقت واحد. تمام، يبقى هنا بنشغل واحدة، ممكن تشتغل واحدة، ممكن تشتغل اتنين وهكذا. طب افرض اشتغلت واحدة مثلا، وانت موصل البايب بتاع ضغط الووتر اللي هو خاص بالبلادر تانك ده على اللي هي الديلوج فالف اللي هي اصلا ما اشتغلتش، يبقى في الحالة ديت البلادر تانك مش هيقدر ان هو ايه، مش هيقدر ان هو يطلع اللي هو الفوم كونسنتريت بتاعته. ففي الحالة ديت بنوصل البايبنج اللي هي خاصة بعملية الضغط من قبل ايه، من قبل الديلوج فالف، بحيث ان هي بتتم عملية الضغط اللي هي خاصة بالبلادر تانك بصورة مباشرة دون الاعتماد على اي ديلوج فالف من الديلوج فالفز بتاعتنا. تمام، طيب هنعمل بس اللي هو الكات دوت عشان خاطر نبين ان هم مش متوصلين ببعض. يبقى ممكن تيجي هنا وتروح عامل الكات ده بالشكل ده كده. تمام، وبعد كده هنوصل اللي هو ايه، اللي هو الفون كونسنتريت باللي هي البروبوشنال. طبعا انا غلطت هنا ووصلت على الزوم كنترول ستيشن، هنا ايه غلط. ليه؟ لان الزوم كنترول ستيشن خلاص هتطلع ميه بس، مش هتطلع ايه، مش هتطلع اللي هو الفوم، وهستخدمها مع المناطق اللي هي بتاعت المخازن والمكاتب. طيب المناطق الخدمية يعني. طيب بعد كده هتلاقي عندك هنا الفوم كونسنتريت اهو. ممكن نغير بس اللير بتاعته ونخليها وليكن باللون الاخضر عشان بس تبقى مختلفة عن الفوم سوليوشن، ونوصل البايبنج بتاعتها بالشكل ده كده. هادي فوم بايب ونديها اللون الاخضر ده.
ماشي. وبعد كده هتوصل على ايه؟ على الدخلة بتاعت كل بروبوشنر من البروبوشنرز بتاعتنا. هنا بقى فهمك للسيستم ده مهم جدا، يعني انت لو مش فاهم السيستم او في مشكلة عندك في فهم السيستم نفسه، هتلاقي عندك في مشكلة في باقي المنظومة او القصة بتاعتك، ومش هتقدر انك تكمل باقي عملية ايه الديزاين. طبعا انا هنا عندي الاربع، عندي اللي هم 1 2 3، عندي السبع وصلات دولت او السبع بايبنج دولت، هيبقوا ايه؟ هيبقوا فوم بايب، تمام. فهنخلي اللاير بتاعتهم بالشكل ده، واللاين ده اللي هو بتاع ايه؟ اللاين ده اللي هو خاص بالفوم كونسنتريت، تمام. طيب بعد كده هتلاقي عندك اللي هو ايه، في عندي بيبقى 3 وصلات اللي هو الجيت فالف، وعندي بعد كده اللي هو التشيك، والحاجة التالتة اللي هو الهيدروليك فالف، تمام. هنجيبهم من هنا، جيت فالف جيت دي بي ار في، في كان جيت فالف عادي، وبعد كده في عندي اللي هو التشيك، دول اللي هما التلاتة الفالف اللي هما بيبقوا راكبين عندي على الخط بتاع الفوم كونسنتريت. ماشي. وبعد كده هتلاقي عندك في كمان جيت فالف راكب عندي على اللي هو اللاين بتاع الميه اللي بيضغط عندي البلادر تانك، تمام. ماشي كده، يبقى هي دي ايه المنظومه الخاصه بالقصه ديت. طبعا ما ننساش ان هنا راكب على كل دريوج فالف طبعا ايه سوبرفايزد جيت فالف، تمام، بالشكل اللي احنا ايه اللي احنا رسمينه في السكشن ده او في الديتيلينج بتاعتنا دي، تمام. ناقص ايه كده؟ يبقى ناقص اللي هي الكنترول بانل. طبعا هنا بيبقى فيه لوحة تحكم هي اللي بتتحكم في المنظومة كلها. زي ما قلت لك ووعدتك المرة اللي فاتت ان احنا ايه هنعمل المشروع ده بشكل كامل، سواء كان الشغل الميكانيكال او حتى التوزيع بتاع الديتكتورز والربط بتاعتها والكلام ده كله، تمام. ممكن نرسم الوايرنج اللي هو طالع من الديليوج فالف بحيث ان احنا نربطه على الكنترول بانل، ماشي. لكن بس عشان خاطر الخطوط ما تدخلش في بعضيها، يبقى هنكتفي بس ايه ان احنا هنعبر ان في واير هنا طالع من او مين واير طالع من اللي هي الكنترول بانل، ورابط على مين؟ ورابط على مجموعة ديليوج فالفز بتاعتنا. طبعا هو هيبقى اكتر من تيرمينال او اكتر من واير، هيبقى عندي 7 خاصين بالديليوج و2 خاصين باللي هي الزون كنترول ستيشن، تمام. احنا قلنا ان انا هستخدم في المنطقه ده هي 2 زون، وهستخدم زونه ثالثه اللي هنا، يبقى هنا في زونه كمان ناقصه، تمام. يبقى هنزود زون هنا، عايز توصلها من اللي تحتيها مفيش مشكله، محدش هيقول لك حاجه يعني، بس اهم حاجه تكون المساحه مش كبيره، يبقى ما تتعداش اللي هو الحدود اللي هي خاصه ب الاكسترا هازارد اللي هي 2323. طيب بالشكل ده كده، يبقى هنا ده اللي هو السيستم بتاعنا. هنا باختصار كده يبقى المصدر بتاع المايه اللي جاي لي من فاير نتورك او جاي من طلمبات، ممكن نعمل غرفه طلمبات تحت الارض بشكل كامل، تمام.
وبعد كده عندي اللي هنا اللي هي مجموعه الديلوج فالفز اللي احنا هنستخدمها، وراكب على كل ديلوج فالف اللي هو البروبوشنر. وبعد كده هتلاقي عندك اللي هي الزون كنترول ستيشن الخاصه بالمنطقه او المناطق اللي هي الخدميه اللي هي خاصه بالمخازن والاوفيسز وغيرها. ماشي، نمد دي بس بالشكل ده كده. وعندي هنا طبعا اللي هو ايه الكنترول بانل اللي هو بيتحكم او المخ بتاع المنظومة كلها الموجودة عندي. ماشي، طيب بعد كده عندي المساحة دهيت خلاص احنا نقسمها زي ما قلنا لكام زون او كام ديلوج فالف هيستخدم او كام منطقة، يبقى قسمناها لستة. طيب انا هقسم ازاي المساحة بتاعتي الى ستة؟ طيب ده سؤال مهم جدا. طيب هتيجي تعمل ايه؟ هرسم لاين اهو باللي هو الطول بتاعنا بالشكل ده كده لحد اللي هي وليكن الحافة دي. ماشي، وبعدين هاجي اروح اعمل ايه؟ هاخد اللينس بتاع اللاين ده، فلاقي ان هو اللينس بتاعه كام؟ 50 متر. ماشي كده. طيب هعمل ايه بقى؟ يبقى هعمل ريكتانجل. تمام، الريكتانجل دهيت هدخل فيها مساحة وادخل فيها طول احد الاضلاع، تمام، اللي هو الكام؟ اللي هو 50 متر. طيب المساحة عندي كانت الكلية كام؟ كانت 7100 كام؟ 7175. هنقسمها على ايه؟ على الستة، فهيبقى المساحة الواحدة 1196. ماشي، يبقى عندي المساحة الواحدة 1196. فهتيجي تعمل ريكتانجل، تمام، هنحط فيها الاريا. الاريا بيقول لي هنا انتر اريا اوف ريكتانجل، يبقى هنا 1196. وبعدين حط احد الاضلاع سواء اللينس او الويدث، هنقول اللينس هيبقى كام؟ 50. هتلاقي مباشرة راح رسم لك مستطيل بالشكل ده كده. المستطيل ده لو انت اخترت ليست او دوست ليست هتلاقي عندك الاريا بتاعتك 1196، وبعد كده هتلاقي ان الطول بتاع الضلع ده اهو، تمام، يبقى كام؟ يبقى 50 متر. ماشي، هنمسك الريكتانجل ده ونحطه بالشكل ده، وبعدين هنبدأ ايه نكرره. يبقى هنا الري هنقول 5، تمام، وبعد كده ادي اهو الاريا الاخيرة بتاعتي. طبعا هتلاقي في حتة هنا يعني زادت نتيجة لأن في هنا أصلا اللي هي المنطقة بتاعة الفراغ ده اللي هي موجودة عندي في عند الأبواب، تمام، مفيش مشكلة. طيب هاجي أروح مصغر ده لحد إيه اللي هو الحدود بتاعة الداخلية الخاصة بالماء بالشكل ده كده. يبقى هنا ده قسمنا كده المنطقة بتاعتي لست مساحات أو ست أماكن بالشكل اللي أنت شايفه ده، تمام. ممكن نخلي او نكبر بس الويدث بتاعه، نخليه مثلا لا كبر خالص كده الويدث، خليه 1/10 ونديله اي رمز تاني وليكن مثلا اللون مثلا الماجندا. بحيث ان هي ما تلخبطناش في الجزء بتاع البايبنج، تمام، في اللايرز بتاعت. يبقى هنا قسمنا كده الهانجر او المساحه بتاعت الهانجر دهيت لكام زونه؟ يبقى لست زونات، لو عدتهم هم هتلاقيهم سته، وهم دول السته اللي انت ايه هتستخدم معاهم اللي هم السته ديلوج فالف الخاصين بالسبرينكلر، والاخيره اللي هي خاصه ب اللي هي الخاصه بالهاي اكسبانشن فوم جنريتور. كل اللي هنعمله ان احنا هناخد الرمز بتاع الفوم نوزل ديت
ونبدأ هنا نتعامل مع كل مساحة بمفردها. طيب المفترض ان عندي هنا النوزل دهيت بتغطي مساحة، لكن هي بتغطي مساحة قد ايه؟ يبقى 12 متر مربع. بس هنا شرط عليك شرط تاني، ان المسافة ما بين كل نوزل والتانية ما تزيدش عن 3.7. طيب وفي الحالة دهيت هنا ممكن اقترح ان هوزع النوزل بتاعتي على ان هي 3.5 في 3، فهتدي لك يعني ايه رقم مشابه لده، بحيث ان انا ما اتعداش اللي هو رقم 3.7 اللي هو شرطولي، وفي نفس الوقت ايه يبقى برضو كبرت المساحة شوية بحيث ان هي تغطي معايا اللي هي تقريبا 12 متر مربع. طيب ايه بقى هنا بوزع ازاي القصة بتاعتنا دهيت؟ برضو بنفس الحوار اهو، هتبدأ هنا ترسم لاين، واللاين ده بتعمل له دي اي في، تمام؟ بتشوف اللينس بتاعه، يبقى هتلاقي اللينس بتاعه اللي هو 50 متر. طيب وببدأ هنا ارسم 50 متر دهيت على ايه؟ على 3.5، تمام؟ فيطلع تقريبا 15 رشاش. يبقى هنا هروح مقسم اللاين ده على كام؟ على ضعف عدد الرشاشات اللي هو 30، تمام؟ اختار بس فورمات بوينت ستايل، تمام؟ واغير بس الشكل بتاعه، اخليه بالشكل ده، يبقى ايه بشكل عدل. طيب وبعد كده هاجي من اي لاين من اللاينز بتاعتنا دهيت، واروح راسم خط كده، واعرف الخط ده هو الابعاد بتاعته كام. هتلاقيه 23.92 من 100. يبقى هنا بقول ان 23.92 من 100 اروح مقسمها على كام؟ يبقى اروح اقسمها على الثلاثة، تمام؟ فيطلع تقريبا 8. يبقى هنا هنقسم على 16، يبقى دي اي في، يبقى ده نقسمه على كام؟ على ال 16، ماشي. هتاخد اللاين اللي انت قسمته في الاول ده كله اهو، وبعد كده هتبدأ تحرك اللاين ده بشكل كامل ناحية ايه؟ واحدة من اللاينز اللي انت قسمتها في الخط التاني. طيب بحيث ان هي تدي لك ايه؟ توزيع متساوي، تمام؟ ممكن نعمل كوبي اند اري، تمام؟ ونحط كام؟ 8 بالشكل ده. تعال نقيس المسافة ما بين النوزل والتانية، فهتلاقيها 2.99 من 100، مظبوط كده. طيب بعد كده هنختار اد سيلكت سيميلر، ونشيل اللي هي موجوده عندي في اللايبراري، وبعد كده ادي سي او، نعمل اري 15، وبعد كده نسيب هنا. يبقى هنا انت عملت كده توزيع بشكل كامل من ايه ليه اللي هي النوزل في اللي هي الزون بتاعتنا دي. طيب نختار اللي هو ده، ونشيل بقى ايه الخطوط اللي احنا استخدمناها في عملية التوزيع. طيب بعد كده اللي انت عملته هنا هتروح ايه مكبره بقى، خلاص مش هنقسم تاني بقى، ما عدا اللي هي الزون الاخيرة ان هي المساحة بتاعتها قلت شوية. طيب يبقى هنا هتروح مكرر ده ويتكرره هنا ويتكرر هنا ويتكرره هنا، تمام؟ هنا بقى في المنطقة دهيت لا، هنا هتلاقي عدد ايه النوزل بتاعتي قلت شوية، تمام؟ هنعمل طبعا وليكن مثلا غرفة بأبعاد محددة اللي هي هقدر من خلالها استوعب الاكيومنت بتاعتي باي لير، ونعمل لها اوفست بالشكل ده كده، تمام؟ يبقى هنا الاوضه دهيت هتطلبها من المعماري بحيث ان هي يحققها لك ويتوفر اللي هي الاكيومنت بتاعت الايه بتاعت الفوم سيستم بتاعي. طيب هنا بنفس السيكونس هو كل اللي انت هتحتاجه، بس انك هتقسم هتشوف بقى كام لاين هنا انت محتاجه، يعني هو كطول هيبقى واحد، هيبقى نفس عدد النوزل، بس اللي هي تختلف شوية اللي هي ايه المتوزعة ان ويتس ديت.
طيب اللاين ده كام؟ يبقى هتلاقي اللينس بتاعه 20.4. طب ادي 20.4 هقسم على التلاتة فهتلاقيه كام؟ 6.8، يعني تقريبا 7. يبقى هنا نقسم ده على كام؟ على 14. تمام، هناخد لاين من اللاينز دهيت، وبعد كده هنروح ايه نوزعها هنا وهنا، يبقى على واحدة وتسيب واحدة زي ما كنا بنعمل بالظبط في اللي هو زي ما كنا بنعمل بالظبط فين في السبرينكلر سيستم زمان في الجزء الأول. بكده يبقى انت عملت توزيع كامل للي هي مجموعة النوزل بتاعتك داخل ايه المنظومة، داخل اللي هي المنطقة بتاعت ايه بتاعت الهامبر. طبعا هو صعب انك تقفل مشروع زي كده في محاضرة واحدة او في ساعة او اتنين حتى، لا بياخد وقت اكبر من كده طبعا، بس يعني هنكتفي بهذا القدر. طبعا ادينا معلومات كتير جدا في من ناحية الديزاين اللي هي خاصة بعملية التصميم بتاعة الايركرافت هانجر، وزعنا اللي هي مجموعة النوزل بتاعتنا داخل المنظومة او داخل اللي هي المساحة بتاعتنا، والحاجة اللي بعد كده بإذن الله المرة اللي جاية هنبدأ توزيع الرشاشات في المنطقة اللي هي خاصة بالورك شوب او خاصة بالورش والمكاتب، وبعد كده هنعمل اللي هي قصة البايبنج والسايزنج ونشوف هنمشي ازاي بالموضوع ده، وبعد كده هيبقى عندي اللي هو توزيع الفوم جنريتور. تمام، هتوزع برضو هنا يعني قبل ما نوزع حتى الرشاشات هنا في المنطقة دهيت، في عندي هنا 15 جنريتور لازم اوزعهم في اماكن بحيث ان هي تحفظ السيمترية او التوزيع المتعادل ما بين المساحات المختلفة للي هي الهاي اكسبنشن فوم اللي هيطلع عندي في المنطقة دهيت. اتمنى تكون المحاضرة عجبتكم، وبإذن الله اشوفكم في المحاضرات التانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.